الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا باشا. عايزك بقى تخش تجيب لي عناوين واسماء ثلاثة من اللي شغالين جوه. اساميهم وعناوينهم؟ تمام ساتر. اتفضل. صباح الخير يا باشا. اسمك ايه؟ اخوك طلع. هات بطاقتك. خير يا باشا. امن دولة روح امك اخلص. امن دولة؟ اه ياض يلا. اتفضل. يلا هات بطاقتك انت كمان استناني بره. حاضر. بطاقتك اللي في العلاية لازم يلا. حاضر. اثبت. حاضر. البطاقة يلا. ما حدش يتحرك يا ريم باشا وارجع. حاضر. عايز بطايق حد تاني ساعتها؟ ايه المكان ده سعد؟ ده المشتل الشتوي اللي عمله الملك فاروق. النباتات اللي موجوده هنا من اندر انواع النباتات في العالم. اتوفرت لها البيئه المناسبه علشان تكبر وتعيش. سبحان الله. والنبات زي الانسان لو اتوفرت له البيئه المناسبه هيكبر ويعيش زيه زيك كده يا عمر. أنا مهمتي بقى إني أوفر لك البيئة المناسبة علشان تنجح. وتفتكر سعادتك هما ما وفروش لسالم البيئة اللي تخليه ينجح برضه؟ وحتى لو وفروها له هما ما يهمهمش إنه يكبر، هما يهمهم بس إنه يعيش. سالم بالنسبة لهم مصري خاين، لا من جنسهم ولا من ملتهم. هيخافوا عليه ليه؟ إنما أنت يا عمر أنت حتة مننا، ما ينفعش ما نخافش عليك. يا عمر لو انت فشلت يبقى احنا فشلنا. باشا والله العظيم انا حاسس ان انا بتعذب. ما هو ده اللي ممكن يحصل معاك. ايه؟ نتعذب؟ يعني لو لا سمح الله اتمسكت ولا حاجه هيسيبوك صاحي كام يوم وكل شويه يجيبوك يحققوا معاك. يا باشا هو سعادتك ما عندكش غير لو اتمسكت اتمسكت، مفيش لما ترجع لنا بالسلامه. ما انا لازم افوقك علشان تاخد بالك وما تتمسكش.
هو سعادتك قلقان مني ولا قلقان عليا؟ لو انا قلقان منك ما كنتش هغامر وابعتك. تسلم ايدين سعادتك. بالله انا والشفا. طب وسعادتك؟ لا انا ما باكلش سمك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا باشا. ترى مسموح لي اطلع انام؟ تصبح على خير. تصدق وتؤمن بالخلاف. لا اله الا الله. دي احلى جمله سمعتها في حياتي يا باشا. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمه الله. انت عمر صلحتها؟ لا انا اخوك. انا عمر. خير يا باشا؟ في ايه؟ في ايه يا حضره الظابط؟ عمر ابني عمل ايه يا باشا؟ ممكن اعرف يا باشا؟ عايز اعرف بس انتوا عايزين مني ايه؟ بتدور على ايه هنا؟ على الوصلات والريسيفرات يا خفيف. الأوضة دي تبعك مش كده؟ أوضة إيه؟ عمر! عمر! إيه اللي نزلته؟ إيه اللي نزلته؟ فين يا عمر؟ خد أمك اطلع فوق يا فاطمة! يلا! عمر! يلا! يلا! يلا يا ماما! يلا يا ماما! لسه في حاجة تاني فوق؟ لا يا فندم، دي آخر حاجة يا فندم. طب تمام. بص يا عمر، انت عارف ان خلقي ضيق وبحب الكلام اللي من الاخر، انجز عشان نخلص بدري بدري مع بعض. سعادتك يا باشا مفيش احسن من سكه الدغري، والا اللي قبلنا ما كانوش قالوا امشي عدل يحتار عدوك فيك. بعيدا عن ضرب الامثال والحكم يا ظريف، انت متهم بعمل وصلات لقنوات فضائيه مشفره بمقابل مادي مما يضر بحقوق المشتركين واصحاب القنوات الفضائيه المشفره. اتفضل جاوب. وفين الاتهام سعادتك؟ الف وندور تاني يا عمر، ما تخلص يا باشا. ما سعادتك اللي بتقول ان ضريت شركات ومشتركين ووصلات وهلم جره، وانا مش عارف سعادتك بتتكلم على ايه بالظبط. فانكر ما هو منسوب اليه وسالناه. ما علاقتك بعدد 20 جهاز ريسيفر من ماركات مختلفه خاصه بهذه القنوات الفضائيه المشفره والكابلات الخاصه بها؟ فاجاب: لا يا باشا، اللي تسأل عليهم صاحبهم، انا ماليش اي علاقه بيهم. وبعدين ممكن سعادتك تسال زميلك اللي قبض عليا، لو قال لك ان هو قفشهم في بيتي انفخني. الحاجات دي كانت موجوده في اوضه على السطوح اللي قدام بيتك يا عمر. طيب الحمد لله. وحتى لو فوق سطوح بيتنا انا برضو ماليش علاقه بيها يا باشا. باشا انا فني كاميرات درجه اولى في شركه اللواء جلال درويش،
ده الكارت بتاع سعادتك، تقدر تسأل عنه. وأي حاجة غير كده أنا تحت أمر سعادتك. واللي تشوفه أعمله. ماشي يا عمر، اللي أشوفه أعمله. يحبس لحين عرضه على النيابة. أما أنا كنت أفشهم في بيت يا باشا. إعدام ها؟ أنت رجعت تاني يا زميل. أنا كان قلبي حاسس إن أنت ابن حلال وعشري. الله يكرمك. بس حور عليا يا علاولة وليا حق أعرب عنده. ليه يا غيرة؟ إيه اللي حصل؟ لازقة يا عم، ما تحركناش قدام الناس لازقة. يا عم بدلعك. مالك متضايق من إيه؟ الواد ابن حتتكم ما طلعش سوسه الخاينة زي ما أنت قلت لي وحط عليا وبدي إيده. وأنت قاعد تسكت له؟ ما أنا شايفك أنت اديته كام بنية في وشه برضه زي الفل. استفادت من ابن الإيه؟ اصبر اصبر وهي تغمز، بكرة يجي لك تاني. والله كانت ناقصاك انتوا الاثنين. هاشم. طيب. في حاجة يا حبيبي؟ لا حبيبتي. ده الشغل. خش انتي كملي بنومك. وانا هنزل اشوف الدنيا فيها ايه. قضيه مصنفات يا فندم عشان الوصله اللي بيعملها الاهل للمنطقه وحطوه في الحجز لغايه لما يتعيد على النيابه. وقال ايه في تحقيق الاسم؟ انكر طبعا يا فندم. سبحان الله، كانها جت كده من عند ربنا. مش فاهم سيادتك. الضغط النفسي اللي عرضت ليه عمر مع عدم النوم والراحه هيزيد طبيعي مع وجوده في الاسم، وده في حد ذاته اختبار تاني. لو قدر يصمم من غير ما يتصل بينا او يقول انه على علاقه بالجهاز كده خلاص يبقى جاهز لتنفيذ العمليه. تفتكر يا فندم هيصمد للنهايه؟ تعالى نادر، تفتكر انت ايه؟ استاذن سيادتك يا فندم. ها بروفيسور جون رينار كان من ضمن بعثه زارت اسرائيل 5 مرات. شفت يا ساتر. تمام. اتفضل يا استاذنا، تعال. اتفضل يا استاذ. برايه يا خالي، واحنا مش اتفقنا تاخد الاستاذ وتسبقني على الاسم ولا احصلك؟ يا حبيب خاله، الاستاذ عنده وجهه نظر هيقولها لنا دلوقتي. خير يا استاذ، ريحنا. الهي يريح قلبك. اتفضل يا استاذ، اتفضل. على حسب ما فهمت من الاستاذ ابراهيم، انا شايف ان احنا ناخد ناس من اهل المنطقه قبل ما نروح الاسم، ده لو كنتوا عايزين عمر يرجع في ايدينا. انت فاهمه حاجه يا ماما؟ لو النبي يا بنتي مش فاهمه حاجه. بس يعني اللي الاستاذ شايفه يعمله، هو احنا هنفهم اكتر منه؟ ايوه، يعني الناس دي هنعوزها فيها يا استاذ. كل حاجه في وقتها يا استاذ كامل، بس اهم حاجتين دلوقتي ان الناس اللي نجيبها تكون بتحب الخير للاستاذ عمر ومصدر ثقه بالنسبه لكم. ده نمره واحد. واثنين، 500 جنيه مقدم اتعاب قبل ما اقعد مع الناس دي وافهمها تعمل ايه بالظبط. شكلكم يا جماعه انتوا عايزين شرح تاني واحنا ما عندناش وقت. كل اللي مطلوب منكم انكم انتوا تشهدوا في الاسم ان عمر ملوش علاقه بالوصلات دي، ومش هو اللي ركبها لكم. مش هو اللي ركبها؟ امال مين اللي ركبها؟ طبعا حد تاني، وهو اللي بيبعت لكم الصبي بتاعه كل شهر بياخد منكم الاشتراك. والاحسن بقى لا اشتراك ولا دياوله، وتقولوا الموضوع كده ماشي ودي. ودي مش تعتبر شهاده زور يا ابو المحاشي؟ شهاده زور ايه يا عم جرجس؟ ما تكبرش الموضوع كده. شهاده زور لو احنا هنأذيه، انما احنا هنفيده. وبعدين انت بتسالني ليه؟ المحامي عندك اهو، هو يقول زور ولا لا؟ زور؟ وانا ايه اللي يوديني اشهد في صالحه؟ انا اصلا ما صدقت خلصت من العيله على بعضها. ثم انت ناسي اللي عمله معايا؟ طب شوف بقى يا استاذ ريعو، اذا ما جتش الاسم تشهد معانا في ظرف نص ساعه، بعد ساعه هيكونوا بتوع مباحث الاداب هنا هيطلعوا كل افلام السيكو سيكو اللي هنا اللي بتدمر الشباب وجايباهم الارض. يلا يا استاذ. ريعو يا ريعو، انت يا ابني هو ايه اللي ها؟ وانت سرحان في ايه اصلا؟ وايه اللي جاب الجماعه دول هنا؟ يكونش بقى جايين يرجعوا الود القديم ولا ايه؟ ود ايه وزفت ايه انت كمان؟ بقول لك ايه؟ اطلعي من نافوخ السعاده. يو بعينك. مالك يا مالك انت؟ عمال تفقر وهتوقع من التعب.
بتقاوح ليه؟ ما تفرد طولك وتمدد. امدد؟ اه ريح جدك كده، خليك تفوق. الله يخرب بيت ابوك، كمان طول بلد يا ابني. واعمل هنا يا ابني؟ هتروح مني فين؟ الزنزانه كلها على بعضها قد كده. اما الحته اللي عندك لحتها نتنا. انت ايه ما بترحمش؟ خليك في حالك انت. ولا بقول لك ايه؟ ما تيجي تمدد. مدد ايه يا؟ ارجع يا عمر. صلاح الدين طه. ايه؟ افراج؟ افراج ايه؟ انجر قدام. في ايه؟ فضل. عمر. ايه اللي جابك؟ فين كامل المحامي؟ المحامي وخلك جوه عند الضابط بيحاولوا يلحقوا الموضوع قبل ما يروح النيابه. انا قلت انت اكيد على لحمه بطنك من الصبح، فقلت اجيب لك لقمه تاكلها. لحمه بطني؟ انا جعان نوم. يا ريت جبت معاك السرير بدل عمود الاكل ده يا فاطمه. هاتوا انا ادخله له بعد ما تمشي. طب كتر خيرك. ايه يا عمر، انت ما ريحتش جوه شويه؟ ما ريحتش جوه شويه؟ رايح فين يا توم؟ انا لو ريحت ثانيه مش هلاقي نفسي. طيب قوي يا فاطمه. انا رايح عيال. بناء على قرار النيابه بإخلاء سبيل المتهم عمر صلاح الدين طه من قسم الشرطة، ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، وقد تبين عدم وجود أي قضايا مقيدة ضده، لذا يتم الإفراج عنه. مبروك يا عمر. مبروك يا عمر. ألف حمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله أنك رجعت لنا بالسلامة. ربنا يخليك يا عمر. بركة في أهل الحتة بقى والأستاذ. وأنا؟ ما حدش قالك ان انا اللي دفعت الاستاذ 500 جنيه عشان يخرجك؟ قال لي ثلاث مرات وزياده كامل. ربنا يقدرني ويردهم لكم. هنزلكم. ايه يا عمر؟ ما تقعد معانا تريح شويه. انا مش شايف قدامي خال بقى، انت مش غريب يعني. اتفضل يا متر. مساء الخير. مساء النور. ده منزل الاستاذ عمر صلاح الدين طه؟ ايوه يا فندم. نقول له مين؟ حد من الشغل. عمر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ اتفضل حضرتك، اتفضل. اهلا وسهلا. لا معلش، سياده اللواء جلال عايزك في شغلانه مهمه، وقال ان محدش هيقدر يعملها غير عمر. طبعا 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 طبعا. ايه يا ابني؟ انت مش هترتاح شويه؟ ده انت هيغمى عليك من كتر التعب يا ضنايا. ما بيقول لك سياده اللواء عايزني، حد يقول لي رزق؟ لا يا اما. مش هتنام يا عمر؟ ها؟ هنام في الجنة، في الجنة يا فاطمة إن شاء الله وعليك خير. باشا. الحمد لله على السلامة ولا أقول كفارة؟ الحمد لله على السلامة أحسن يا باشا. برافو عليك. اقعد. برافو عليك. برافو عليك جدا. أكيد طبعًا. أنت استحملت وكملت من غير نوم. وفي نفس الوقت ما فتحتش بقك بحاجه عن شغلك معانا. بصراحه باشا، انا في الاول كنت فاكره اختبار جديد من سعادتك، بس لما رحت الاسم لقيت الموضوع جد، ولولا اهل الحته كان زمانها كفاره فعلا. بس اقول لك على حاجه يا باشا، انا حاسس ان ربنا بعت لي فرصه قبل ما اشتغل معاك. ليه؟ يعني عشان يبقى شغلنا كده على نظافه، على ميه بيضه. انا هبطل حكايه الوصلات دي نهائي. بالعكس، ده احسن كفر ليك. انا مش فاهم سعادتك. حضرتك عايزني اشتغل في الوصلات اللي هي شمال ومش قانوني، اتحبست علشانها؟ طبعا. انت كده في نظرهم راجل سوابق، شغال شمال وما عندكش مبدا، وممكن تعمل اي حاجه غلط عشان خاطر الفلوس. انما لو تبت بطلت موضوع الوصلات ده، هيبقى فيها حاجه غريبه كده، انك تبت وتقبل تبيع بلدك. انت عارف انا لو نام سعادتك كنت فكرت زي حضرتك. هتنام وترتاح بس لغايه بكره. بكرة؟ طيارتك بكرة الظهر. أقوم كده؟ أنا كنت فاكر يعني إن لسه قدامي وقت شوية. عمر، لو مش عايز تسافر مفيش مشكلة. إيه، هنأجل السفرية؟ لا، هنلغي. هنلغي؟ طب وسالم؟ والشبكة اللي هناك؟ ولو ليهم عملاء هنا زي ما حضرتك قلت لي، مين اللي هيكشف كل دول؟ انت. ما نلغي ايه سعادتك؟ ده كان اخر اختبار ليك يا عمر. لو كنت ترددت كنت هلغي فعلا. وتعب الشهور اللي فاتت حضرتك يروح في الارض. احسن ما تروح انت. اللي يتردد مش هينجح. يعني هنجح ان شاء الله. لو عملت كل اللي اتفقنا عليه هتنجح.
اتفضل. عمر. خلي بالك من نفسك. لا إله إلا الله محمد رسول الله.